الرصاص لغة الحوار الوحيدة والمعترف بها حالياً في محافظة الحديدة. هنا في مركز مديرية الدريهمي تطغى أصوات الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً بالتحالف وميليشيا الحوثي على ما سواها، في معركة مستمرة تزداد شدتها أحياناً وتخفت وتيرتها أحياناً قليلة. في آخر التطورات الميدانية أعلنت قوات الجيش سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، بينهم قادة ميدانيون على رأسهم قائد قوات التدخل السريع في الميليشيا منصور السودي وعدد من مرافقيه في الدريهمي، فيما لقي القائد العسكري ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة حرب سرور الحميدي وثلاثة من أفراد المقاومة حتفهم بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية تحدثت عن استمرار وصول تعزيزات للجيش الوطني وصفتها بالأكبر منذ انطلاق معركة جبهة الساحل الغربي من حيث أعداد القوات المشاركة والآليات القتالية فيها، استعداداً لانطلاق عملية واسعة للسيطرة على الحديدة.